هذا تصوير ما وراء الكواليس المدرسين ثانوية نور المجتبى، فترة الاستراحة الظهرية لصلاة الظهر والعصر. أستاذ رعد جاي يسبح يخلص محاضرته حتى يبدأ محاضرة. أستاذ فؤاد أيضاً، أستاذ يحيى، السيد أستاذ صادق، و أستاذ محمد الفضلي باعتبار يعني بالإدارة يصلي. ادعينا رحم الله والديك. تقبل الله. تقبل الله أعمالك يا حبيبي. ها يلا توكل. طبعا حج فؤاد اخذ الدور الاكبر، المخرج والمعيد المخرج والمعيد للتصوير، جزاه الله خير الجزاء. الله يحفظك. وهاي مصليتي. وهاي مصليتي. ترى يصلي، ترى يصلي. مو تقول ان ما صلى، ليش ما يصلي؟ ذبحني. مصليتي رامسه يا ابو، والله صليت اللي بكم صلي. حجي فؤاد كافر عندها ثلاث مرات. وقاعة التصوير يتوجه لقاعة التصوير. إن شاء الله يا رب يكون على قدر المسؤولية في المكتب. الله يبارك فيك. الله يحفظك. إن شاء الله في ميزان حسناتك. هذني الحصاد الذهبي العام الدراسي 17-18، ما شاء الله 99 و98 و97 ترجع بهن هنا ان شاء الله، كلهم طبيه ذني راحن، اغلبيه طبيه ذني. هذا فقط الدور الاول طبعا، وهاي الحصاد الذهبي العام الدراسي 18-19 ايضا 98 98 98 97 ذني ايضا طبيه. هذا فقط دور اول، الدور الثاني ما شاء الله يعني. هذا الدرج اكيد لكم ذكريات بي، صورته بي لما مليته، كلها تطيق سيلفي حد درج. اليوم يوم الخميس كب الشهر 2 يمكن 2/4 2020 ها؟ ها؟ ايه. شكرا جزيلا للمتابعة. طبعا استاذ صادق هسه جاي بالطريق حتى هم انا يجي يصلي، لان طم محاضرته وراح بشغله وقال ارجع. شكرا جزيلا. ها؟ هذا حجي فؤاد خلص صلاته. تقبل الله. تقبل اعمالك. نسأل الله أهل البيت حق محمد وآل محمد أن يمن على العراق والعراقيين بالأمان والصحة والعافية والسلام وتحقيق الأماني، ويفرج عنا هذا الهم، يفرج عن كل هم، عن كل مهموم، وعن كل مريض يشافي إن شاء الله، وعن كل صاحب حاجة يقضي الغياب حق محمد وآل محمد، ولا سيما طلبتنا الأعزاء إن شاء الله. آمين إلى رب العالمين. شكرا جزيلا.